السلام عليكم ومساكم الله بالخير. اليوم كان لي شرف حضور لحفل توقيع كتاب زبدة الفول السوداني للكاتبة الكويتية هند بلال في أرض المعارض في معرض الكتاب قاعة 6. اليوم التاريخ 28/11/2023 يوم الثلاثاء، فكان لي الشرف صراحة، والحمد لله قدرت أخذ الكتاب ووقعت لي وجزاها الله خير. وخليكم مع حفل التوقيع، استمتعوا. هلا مرحبا فيك. هلا فيك. مبروك، ألف مبروك. اليوم يقولون توقيع، حفلة توقيع كتابك رقم ثالث ما شاء الله. تقولين لي شنو الأول والثاني والثالث؟ هلا والله، هلا فيك قناة مزاج. كتابي الأول هو نور الوعي، وسوري والثاني ترجمة عنه، هو ترجمة بالإنجليزي عن نور الوعي. إيه. وهذا كتابي الثالث اللي هو زبدة الفول السوداني. زبدة الفول السوداني. أنت دائما مرتبطة في دار قرطاس؟ أي نعم، أنا هذا ثالث كتاب. لا، الأول كان مع قرطاس، الكتابين الثانيين مع دار قرطاس اللي هما اتصلوا عنها. اي نعم. زين، اليوم انت توقيعك، هل كان لك حضور قبل بالمعرض ولا بس اليوم؟ العام كان انا عندي بكتابي الاول نور الوعي توقيعي، هذا الحين ثاني معرض احضر. ثاني معرض. وبالنسبة حق القبول على الكتاب، في قبول على الكتاب؟ للحين توه يعني ما نعرف كتابي للحين، بس ان شاء الله ان شاء الله من اليوم مع حفلة التوقيع ان شاء الله. يلا انا اشكرك على هذا اللقاء البسيط والسريع ان شاء الله، وراح نشوف مع حفلة التوقيع ان شاء الله باذن الله، والله يوفقك ان شاء الله في القادم، ونشوف احسن واحسن ان شاء الله. شكرا جزيلا. السلام عليكم، معاكم دبي العنزي ناشر ومؤلف في دار قرطاس النشر والتوزيع، الاستاذه هند بلال ما شاء الله عليها. يعني انا متعاون معاها من زمان، يمكن صار لنا تقريبا 3-4 سنين، حتى زارتها القديمه كانت معانا. يعني اقل ما يقال ان قلمها جدا جدا راقي، واعتقد زبده الفول السوداني الكتاب اللي نزل الحين في معرض وتم تدشينه في معرض الكويت الاخير، اتوقع اليوم ان شاء الله حفل التوقيع بيكون جدا جدا جميل. وان شاء الله نقول لهم دائما حق القضاء او الجماهير اللي تحتك مع المؤلفين في حفلات التوقيع، ان بعد ما تاخذون الكتاب وتقرونه وتقيمونه، حاولوا تواصلون مع الكاتب، لان الكاتب والمؤلف يستانس على تقييم القضاء للامور هذه كلها. وش نقول؟ يعطيكم الف عافيه. شكرا، بارك الله فيك، ما قصرت. شكرا جزيلا. مساء الخير، يعطيكم العافيه، معاكم كوتش منيره الفرج. اليوم انا هني بمعرض الكتاب خصيصا حق الكاتبه هند، الله يوفقها. امتعتنا في روايتها نور الوعي، وهذه الروايه الثانيه. طبعا نور الوعي لها جزء ثاني وعدتنا الله يسامحها وعلقتنا بالقصه، وبصراحه مستمتعين في خيالها الواسع، روايتها الحلوه مع تصويرها الكتابي بالقصه كان جدا رائع. هذا اللي خلاني بصراحه اتعنى حق هذه الروايه، فمتشوقين عشان نقراها ونعرف اللي فيها. شكرا. عفوا.